السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة هنقدم مراجعة شاملة للجغرافيا كلها. هنبتديها طبعا بالخرائط. بصوا، بيجي لكم خريطة العالم دي، تمام؟ لو جاء لك إقليم مناخي رقم واحد، ده استواء وشبه استواء يا جماعة، عشان نركز بس كده شوية ويا معايا واحدة واحدة كده. رقم واحد لما أكون في نص أفريقيا بالطريقة دي يبقى إقليم إيه؟ الاستواء وشبه الاستواء. رقم اتنين مناخ مداري حار، مناخ مداري حار او بيسموه السوداني. رقم تلاتة بيسموه الاقليم الموسمي، اهو قدامكم ده الاقليم الموسمي. عندنا رقم اربعة اقليم مناخ البحر المتوسط، دايما في الحتة دي كده اقليم مناخ البحر المتوسط في شمال افريقيا. رقم خمسة وده دايما بيبقى يكون الاقليم الصيني او شرق القارات. رقم ستة اقليم غرب اوروبا. ورقم سبعة معانا اهو، يبقى خلي بالكم دايما اللي بيجي بيقرر في الامتحان اقليم غرب اوروبا. رقم سبعة اقليم البارد اللورنسي اللي هو رقم سبعة. رقم تمانية ما يكون في ايسلندا اللي هو اقليم التندرة. اقليم ايه؟ التندرة. لاحظوا انه دايما شمال امريكا الشماليه وشمال اوروبا وشمال اسيا دول بيبقوا دايما اقليم مناخ بارد او بيسموه الطندره، وده في القطب الشمالي. رقم تسعة اقليم مناخ بيبقى بيسموه المناخ الجبلي. المناخ ايه؟ الجبلي اللي هو جبال الهيمالايا وجبال مشهوره جدا في اسيا. نيجي بقى لقاره استراليا، ايه اللي مشهور فيها؟ مفيش فيها الا مدار واحد بس، مدار الجدي. ده رقم واحد جايب مدار الجدي، جايب هي القارة المحيطية لأن بيحدها من الشرق المحيط الهندي، خلي بالك اللي هو الهادي، ويحدها من الغرب والجنوب المحيط الهندي، عشان نركز في دي. يبقى رقم اتنين اهو المحيط الهادي، رقم تلاتة المحيط الهندي، ورقم أربعة بيجي بحر أرافورا، من أكتر الحاجات اللي بتيجي أكمل أو اختياري أو صح وغلط. خمسة خليج، خلي بالكم من ده، خليج كاربنتاريا. خليج ايه؟ كاربنتاريا. وستة اللي بيجي بقى اكتر، خليج الاسترالي الكبير اللي هو في المنطقة دي اللي بيصب فيه نهر ماري والدارلينج. مضيق رقم سبعة باس. رقم تمانية جزيرة مشهورة اللي هي جزيرة تسمانيا. ورقم تسعة مشهور جدا جبال الحاجز الكبير. رقم تسعة ده ايه؟ الحاجز الكبير. عشرة الهضبة الغربية، و11 نهر دارلينج، و12 نهر ماري. نهر ايه؟ ماري. ركزوا قوي في الانهار دي، مفيش الا نهرين بس موجودين في قارة استراليا، ومفيش الا مدار واحد المشهور هناك، مدار الجدي. رقم 13 اللي هو اقليم مناخ ايه؟ ده الاقليم مناخ الموسمي، الامطار بتاعه صيفية. رقم بعد كده ده طبعا الرقم 13. رقم 14 اقليم مناخ المعتدل شرق القارات، ده اللي مشهور في قارة استراليا. ده بالنسبة للخريطة اللي مشهورة فيها، اكتر حاجة ركز فيها اقليم اللي هو عندنا في المنطقة دي اللي هو اقليم ال 14 اللي هو رقم اقليم مناخ المعتدل شرق القارات الصيني، ونركز قوي على رقم 6 الخليج الاسترالي الكبير ونهر ماري ودارلينج. امريكا الجنوبية اشهر ما فيها جبال الانديز، وفيها المحيط في الجهة الشرقية المحيط الأطلنطي، في الجهة الغربية المحيط الهادي، ويمر بها دائرتين عرضيتين في الشمال اللي هو رقم واحد خط الاستواء، ورقم اتنين اللي هو مدار الجدي. ودي كل المشهور فيها، ونركز قوي على رقم ستة اللي هو جبال الانديز. وعندنا من الحاجات المشهورة هضبة باتاغونيا رقم تسعة، وأهم حاجة تركزوا على نهر الأمازون. ورقم سبعة المشهورة كتير جدا بتيجي في الامتحان، هضبة جيانا. هضبة ايه؟ جيانا. ده بالنسبة لقارة أمريكا ايه؟ الجنوبية اللي هركز فيها، ونركز دايما على مدار الجدي في الوسط وخط السواء في شمالها. نيجي لقارة أمريكا الشمالية اللي بيكرر فيها دايما نهر المسيسيبي رقم 12 اللي بتكرر فيها، واقليم غرب اوروبا اللي هو رقم 15 من الحاجات اللي بتتكرر، تمام. وبيجي عندنا برضو جبال الابلاش رقم 8 نركز فيها قوي. ده بالنسبه للاسئله اللي ممكن تيجي في القاره دي. ورقم 9 اللي هو جبال روكي. جبال ايه؟ روكي، تمام. نركز فيها قوي في الحته دي كده. 6 اللي هي البحيرات العظمى اللي بيسموها عندنا خليج هيدسون، عندهم بحيرات عظمى اللي هي تحت رقم 13 رقم 6 خليج هيدسون، تمام.
ده اللي ممكن نركز فيه في امريكا الشماليه. نيجي بقى نشوف قاره اوروبا، اعرفهم اللي هي شبه جزيره، واحده شمال محيط القطب الشمالي، واحده غربا المحيط الاطلنطي، وجنوبا البحر المتوسط، وشمالها الدائره القطبيه، ورقم 8 اللي هو جبال مشهوره جدا الاورال. جبال ايه؟ الاورال، اطول نهر فيها اللي هو رقم 13 الفولجا، ويصب في بحر قزوين. تمام، نركز قوي في الحته دي. ورقم 16 اقليم البحر المتوسط، ده بالنسبه المهم قوي فيها. ورقم 6 جبال البرانس. 7 طبعا مشهوره اللي هي جبال الألب. نيجي بقى لقاره افريقيا اللي هركز فيه. 8 مضيق جبل طارق، و10 جبال اطلس، و17 ونهر النيل، وهنركز على 13 دراكنزبرج. دراكنز ايه؟ برج. ده بالنسبه للحاجات اللي نركز فيها، ودي الاشياء المهمه جدا. لكن خط الاستواء ومدار الجدي ومدار السرطان بيمروا في قاره افريقيا، وهي القاره الوحيده التي يمر بها ثلاث دوائر عرضيه. نيجي بقى لقاره اسيا، دائرة الاستواء بيمر فيها دائرة الاستواء والدائرة القطبية ومدار اللي هو السرطان. تمام، دي هندود قدامكم الخريطة اهو، سهلة جدا وسهل جدا تركز فيها. اعرف بس اللي فيها الثلاث دوائر العرضية دول، في الجنوب اللي هو مدار السرطان، وعندكم اللي هو قصدي في الجنوب اللي هو خط الاستواء، وعندنا مدار السرطان اللي هو رقم 2، ورقم 1 اللي هو ايه؟ دائرة الاستواء. مشهور قوي فيها اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو رقم 7 بحر قزوين، و8 جبال الهيمالايا. جبال ايه؟ الهيمالايا. طبعا انهار اوب وانسولينا غير صالحين للاستخدام بسبب كده. يبقى رقم 1 الدائره الاستوائيه، رقم 2 اللي هو مدار السرطان، 3 فوق خالص الدائره القطبيه الشماليه. طبعا محيط القطب الشمالي بيبقى فوق، عندك تحت اللي هو رقم 6 المحيط الهندي، عندك في الشرق المحيط الهادي. تمام، ده بالنسبة للمهم في الخريطة، وفيها زي ما اتفقنا اللي هو أكبر بحر مغلق في العالم بحر قزوي. نيجي بقى الأسئلة المهمة جدا. يبقى ده بالنسبة للخرائط كلها اللي احنا قلنا عليها، دي الخرائط اللي احنا ركزنا عليها خالص. طبعا هنبتدي بقى مع بعض كده الأسئلة كلها من البداية، نشوف الأسئلة المهمة ايه. أول حاجة عندنا، دلل توجد عدد العوامل تؤثر في معدل الوفيات في العالم. طبعا اللي بيأثر في معدل الوفيات يا جماعة في العالم، يبقى توجد عدة عوامل مؤثرة، دلل توجد عدة عوامل مؤثرة في معدلات الوفيات في العالم، تتمثل في إيه؟ طبعا اللي بيأثر فيها مستوى السكن، التغذية، الخدمات الصحية، عشان كده معدلات الوفيات بتقل في الدول اللي عندها وقاية صحية كويسة، ومعدلات الوفيات بتزيد في الدول اللي عندهاش رعاية صحية بسبب الحروب والكوارث زي غيرها، الجفاف وغيره وغيره وغيره. تمام، هل ممكن العادات والتقاليد تؤثر في معدل تعليم الاناث؟ طبعا بتحرم المراه من التعليم، ده بيكون بسبب معتقدات خاطئه وتفضيل الزواج المبكر، كل ده بيأثر على التعليم. يعد عدد الاطباء مؤشرا مهما على الرعايه الطبيه في دول العالم، طبعا كلما زاد عدد الاطباء بالنسبه للسكان في الدول كلها بيكون ذات رعايه طبيه فائقه. يعني مثلا عندك رعايه طبيه فائقه زي مين؟ معظم دول اوروبا وروسيا وامريكا كلها الشماليه، ودول ذات رعايه طبيه مرتفعه زي مصر والاردن والامارات. اما المنخفضه معظمها في افريقيا، لان افريقيا دول ناميه زي النيجر واثيوبيا، وموجود في اسيا دوله نيبال. طب ارتباط مستوى الدخل ومستوى المعيشه بالنشاط الاقتصادي، قالك الدول بتعتمد على النشاط الصناعي زي دول الخليج ودول غرب اوروبا، دي بيكون عندها انشطه صناعيه فبيكون دخلها مرتفع. اما الدول بتعتمد على التصنيع النامي دخلها يعني متوسط فوق المتوسط زي تركيا وجنوب افريقيا. الدول اللي بتعتمد على التصنيع والتنميه الاقتصاديه اقل متوسط زي الصين ومصر. الدول اللي بتعتمد على نشاط زراعي ودايما مشهوره قوي الكونغو وباكستان، بيكون دخلها ضعيف شويه يا جماعه. نيجي بقى للاسئله بما تفسر، وده مهم جدا يا جماعه ركز عليه قوي. ارتفاع معدلات المواليد في قاره افريقيا بسبب انتشار الاميه، انتشار الفقر، الاعتماد على الزراعه، انتشار بعض العادات والتقاليد اللي هو الزواج المبكر والرغبه في انجاب عدد اكبر من الابناء، فده بيأثر على معدلات المواليد في قاره افريقيا. طب ليه الوفيات بتزيد في قاره اوروبا؟ قال لك بسبب زياده كبار السن. طب زياده كبار السن بسبب ايه؟ بسبب الرعايه الطبيه الفائقه. طب معدلات الوفيات بينخفض في مصر ليه؟ عشان عندك رعايه صحيه وبيهتموا بصحه الاطفال. طب قله معدلات الزياده الطبيعيه في الدول المتقدمه ليه؟ قال لك بسبب قله معدلات المواليد والوفيات معا، الاثنين مع بعض. الزياده الطبيعيه
اللي هو المقاولين الوفيات بيكونوا مساويين زي اوروبا، بيكون عددها صفر. طب زياده عدد كبار السن في ظروف متقدمه ليه؟ قال لك لان التقدم في الخدمات الصحيه هناك والتعليميه كبير. نسبه المتعلمين في مصر 65% عشان بيهتموا بالتعليم وبيمحوا الاميه وبيحققوا مبدا تكافؤ الفرص. الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض دي موجوده في افريقيا، تتركز في افريقيا بسبب لانها بتعتمد على الزراعه ودخل اقتصادي منخفض. طب دول الخليج ليه اقتصادها مرتفع؟ عشان بترول بتصدره، بتصنع مشتقاته. طب ما النتيجه مترتبه على تساوي معدلات المواليد في اوروبا، الوفيات المواليد الوفيات في اوروبا اصبح الزياده الطبيعيه بيساوي كام؟ صفر. طب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات في مصر طبعا ادت الى ارتفاع معدل الزياده الطبيعيه في مصر. نيجي للسؤال وركزوا عليه قوي قوي قوي. ارتفاع نسبه فئه صغار السن، ايه النتائج المترتبه على كده؟ تحمل الدوله ميزانيه ضخمه عشان بتوفر لهم غذاء وملبس ورعايه وصحه وتعليم وخدمات وغيره وغيره. طبعا لو قال لك بما تفسر نسبه فئه صغار السن، لان بيعول شخص واحد بيعول مجموعه من الافراد بسبب كل الفرص العامه. طب ما النتائج المترتبه على زياده عدد السكان؟ واهو هنتقابل ده جاي في الامتحان ان شاء الله في امتحان السنه دي في نص السنه. ما النتائج المترتبه على زياده السكان في معظم دول قاره اسيا بسبب ادى الى ايه؟ نقص الغذاء، قله نصيب الفرد من الدخل، انخفاض مستوى المعيشه، هجرات غير شرعيه، كل ده بيأثر على الهجره. كل تعداد سكان في المناطق الاستوائيه في افريقيا عشان في غابات، في بيئات طبيعيه قاسيه، امراض كتيره هناك. طب يتركز السكان في شرق اوروبا ليه؟ أقل من غربها، لأن شرق أوروبا أقل في درجة التقدم من الغرب. طب السكان في فنلندا والنرويج وأيسلندا وشمال أوروبا قليلين ليه؟ عشان شدة البرود، زي سهول سيبيريا كده. طب السكان في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة بيتركزوا هناك ليه؟ عشان في موارد اقتصادية ضخمة هناك ومدن كبرى زي نيويورك. طب ليه ولايات الوسط في الولايات المتحدة بيتركزوا فيها؟ عشان في أقاليم زراعية زي سهول المسيسيبي ورافضه. طب ليه منطقة البحيرات فيها سكان؟ عشان منطقة ذات اقتصاد يعني ضخم. طب تركز السكان في السواحل الشرقية في استراليا وفي الجنوب، في الشرقية عشان زي المدن الكبيرة زي سيدني والصناعية، في الجنوب عشان أراضي الزراعية عشان نهر ميري ودارلينج. السكان بيقلوا في شمال وغرب وسط استراليا بسبب انتشار الغابات الموسمية وبسبب سيادة الظروف ايه؟ الصحراوية. نركز قوي في السؤال ده برضو من الأسئلة اللي تخلي بالكم منها إن شاء الله. نيجي لبما تفسر سكان جاوة او جزيرة جاوة اكتر منطقة ازدحاما بالسكان بسبب تربطها الجيدة الصلاحة لايه؟ للزراعة. طب يا ترى السكان بيقلوا في سهول سيبيريا؟ احنا قلنا الكلام ده بسبب برودة الجو وسط اسيا عشان المناطق الجبلية والهضبية ووعورة السطح. لو قال لك في اماكن في افريقيا بترتفع فيها الكثافة السكانية في الدول المدارية زي دولة اوغندا وكينيا عشان اعتدال المناخ. اعتدال ايه؟ المناخ بسبب ارتفاع السطح. نيجي لدرس السلالات، في سؤال مهم. نشأة السلالات بسبب انتشار الانسان في قارات العالم المختلفة من قديم الزمن، من ايام اواخر عصر البليستوسين وبدأ يستقر، فظهر اختلافات ادت الى وجود السلالات البشرية. طب ليه عدد كبير جدا من زنوج افريقيا هاجروا من الامريكتين؟ بدأوا تعرضهم للهجرات الإجبارية عشان بيهاجروا عن طريق تجارة العبيد، وبدأوا يشتغلوا في مزارع القطن وقصب السكر اللي عملها هناك الأوروبيين في الأمريكتين. نسبة الجنس المقبول 40% إيه السبب؟ قال لك والله نسبة كبيرة من سكان الصين وشرق وجنوب شرق آسيا أكثر دول عام سكان مغوليين، عشان كده بينتموا إلى السلالة المغولية. طب عدم وجود ما يعرف بالصناعة النقية ليه؟ برضه من الأسئلة الجميلة جدا اللي بتيجي في الامتحان. لا توجد دولة في العالم يتكون شعبه مسلح ليه؟ بسبب انصهار السلالات، اختلاطهم، الهجرات الغير شرعيه والهجرات المتعدده. طب العرب مش سلاله واحده ليه؟ رغم ان احنا عرب، لكن لان اختلاطهم عن طريق الفتوحات والهجرات اللي على مر التاريخ، واصبح الاغلبيه منهم قوقازيين. في الوقت الحاضر ما فيش سلاله نقيه؟ لا، في بعض السلالات النقيه زي سكان غابات حوض الكونغو، صحراء كالاري، الاسكيمو، الهنود الحمر، دول بيعيشوا في عزله ومتعرضين لايه؟ للانقراض. طب بما تفسر يتميز حوض الامازون بارتفاع الحراره وسقوط الامطار طول العام؟ لان المنطقه دي بتقع في اقليم المناخ الاستوائي اللي فيه درجه حراره عاليه وسقوط امطار طول العام. وحشائش السافانا حضرتك حيوان طبيعي، السؤال ده زهقنا منه ليه؟ اكلات اللحوم واكلات العشب. سافانا تتدرج في الطول جت السنه اللي فاتت ليه؟ لان كل تدرج ده بسبب كميه المطر ودرجات الحراره. طب غابات الموسمية بتنمو في شبه جزيرة الهند ليه؟ الصينية، لأنها تقع في نطاق إقليم المناخ الموسمي اللي هو أمطاره في فصل الصيف.
الغابات النفطية جت السنة اللي فاتت، ليه سموها الغابات النفطية؟ لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بسبب شدة البرودة وسقوط الثلوج. قارة آسيا أكثر القارات تنوعا في المناخ، ليه؟ عشان امتداد جميع الأقاليم المناخية في قارة آسيا، كبر مساحتها، امتدادها بين دول عرضية كتير. عشان كده اقول لك دلل، يختلف الاقليم الصيني عن اقليم البحر المتوسط رغم ان هم في نفس دوائر العرض. الاقليم الصيني يا جماعه في الشرق، بينما اقليم البحر المتوسط في الغرب. الاقليم الصيني ممطر طول العام خلاص، بينما اقليم البحر المتوسط ممطر شتاء. طب ليه بقى؟ السؤال ده برضو من الاسئله اللي تخلي بالك منها. يتشابه اقليم المناخ السوداني مع اقليم المناخ الموسمي او المداري، لانهما متشابهان في الصيف الحار الممطر والشتاء الجاف وبهما حشائش الزفن. هضبه التبت سقف العالم ليه يا جماعه؟ قال لك بسبب ارتفاع القمم الجبال. طب هضبه الحبشه مهمه لمصر ليه؟ لانها من اهم روافد النيل منبع الموسمي. ضيق السهول الساحليه في افريقيا، احنا اتفقنا اي ضيق لاي سهول ساحليه بسبب اقتراب الجبال. اما يجي يقول لك في استراليا بسبب حاجز الكبير. طب قال لك في امريكا الجنوبيه بسبب جبال الانديز. قال لك في امريكا الشماليه بسبب جبال روكي. تمام؟ في افريقيا بسبب ايه؟ الجبال والهضاب من الساحل. السؤال برضو اللي قرر كتير انشاء الموانئ في قارة اوروبا بسبب الاتساع والتعرج وكثرة الجزر، ساعات بيعكسها من النتائج. اهو ديك السهول الساحلية في امريكا الجنوبية وشارك استراليا ليه؟ امريكا الجنوبية اتفقنا عشان جبال الانديز، واستراليا بسبب الحاجز الكبير. طب ما الاهمية الاقتصادية للسهول الفيضية؟ طبعا طينية وتربة جيدة للزراعة وصلاحة لسكن الانسان. استراليا ليه جزيرة كبيرة؟ لان المياه بتحيط بها من جميع الجهات. تمام؟ وهي قاره بيسموها الاوكيانوسيه او القاره المحيطيه. ايه النتائج بتطبع على قصه الجزر اللي قلنا عليه بسبب ادي لانشاء الموانئ؟ طب قاره انتركتيكا، انتركتيكا او القاره القطبيه الجنوبيه، ايه النتائج بتطبع لو وقع في اقصى الجنوب؟ ادي الى تجمدت وغير ماهوله بايه؟ بالسكان. دي السلالات قدامكم اهي، اللي هو الصفات بتاعتها والنسبه بتاعتها واماكن انتشارها نركز فيها وتوزيعها، واهم الاقسام بتيجي اختياري. ده بالنسبه للسلالات، خلاصه السلالات. ودي الاقاليم الخرائط اللي احنا قلنا عليها كلها اهو، من نتيجة مترتبه على تجمد انهار وبوانس وليله في الشتاء ادى الى فقره اهميتها الاقتصاديه. طب النتائج مترتبه على اقتراب جبال الانديز ادى الى ضيق السهول الساحلي. طب دلل تتشابه التضاريس في اسيا في استراليا وافريقيا ليه؟ والله الاثنين المصدر الهضبه في قارتين، الهضبة الغربية في معظم استراليا والهضاب واسع في قارة افريقيا. طب ليه امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية متشابهين؟ عشان الجبال تمتد من الشمال للجنوب في غرب القارتين، والسهول الفيضية في الوسط، وتضيق السهول الساحلية في الغرب. سهلة جدا يعني، الاسئلة سهلة، سهلة جدا جدا جدا. واحنا قلنا هضبة التبت، قلنا السؤال ده واتكرر معانا. دي الاسئلة المهمة اللي الطلبة عندي اجيال اندلس مجمعاها. مضيق رفصل بين اسيا وافريقيا باب المندب، سهول صحراويه رمليه بين مصر وليبيا، بحر مال العظيم، بحر مغلق يصب في نهر الفولجا، بحر قزوين، توجد سهول سيبيريا في قاره اسيا وتنتمي لمناخ التندرة، ينتمي حوض الكونغو الى الاقليم نقط الاقليم الاستوائي، جوز الهند الى اقليم الموسمي، الزيتون بحر متوسط، اهم الاشجار الغابات النفطيه الزان، حيوان الرنه في التندرة، يصب نهر الجانج في خليج البنغال، الغابات النفطيه تنفض اوراقها، جزر اليابان الى قاره اسيا، هضبه الميزيتا في قاره اوروبا في دوله اسبانيا. دي الاسئله المهمه، تركزوا وتعرفوا تحلوها لوحدكم. النتيجه طبعا على اضطراب حفات الجبال. دي الارقام دي اوساط كذا، ده في المذكره عندي، لو انتم منزلين المذكره من موقع اجيال اندلس هتلاقوا كل الكلام ده عندكم. اهو دي كل الاسئله المهمه اللي اتكررت في كل الامتحانات من 2010 حتى 2018، اسئله مناديه، ودي اسئله بما تفسر اللي اتكررت كلها يا جماعه، كلها اهي اتكررت كتير في الامتحانات. اللي جنبه علامه صح ثلاثه دول يعني اتكرروا اكتر من ثلاث مرات، جنبه اثنين اتكرروا مرتين، خلاص يعني الاسئله بتتكرر بنعلم جنبها تكرار، يعني زي التكرار كده. دي كل الاسئله المهمه في الجغرافيا او الخلاصه في الجغرافيا، يا رب تكون اسئله هامه وسهله ليكم، وان شاء الله تيجي في الامتحان دراسات ان شاء الله في الصف الثالث الاعدادي الترم الاول في الدراسات الاجتماعيه، وتكون قناه اجيال اندلس يعني طريق للتفوق والنجاح ان شاء الله. وموقعنا الرسمي اجيال اندلس هتلاقي عليه كل الاسئله باجاباتها، ادخل على موقع اجيال اندلس هتلاقي الصف الثالث الاعدادي، حتى صف الثالث الاعدادي هتلاقي فيه كل اللي انت عاوزه، سؤال باجابه، النتائج لوحدها وبما تفسر لوحدها والتاريخ لوحده، اجزاء انا عاملهم اجزاء
عشان تبقى سهله على الطالب ان شاء الله. تابعونا على قناتنا الرسميه قناه اجيال اندلس، واشتركوا في قناتنا الثانيه اجيال اندلس منوعات، هتفيدكم جدا، وموقعنا الرسمي اجيال الاندلس. في امان الله، كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، انتظرونا في كل جديد ان شاء الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.